الحفيدي المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني الأحرار بعمالة أكادير دوتانا. فاليوم ضمن هذا اللقاء باش المرشحات والمرشحين ديال الغرف المهنية اللي عرفتوا الاستحقاقات غادي تكون يوم 6 غشت إن شاء الله يتلقاو معكم مع الصحافة ونقدموا لكم يعني المرشحين اللي اختاريناهم باش يمثلوا الحزب في هذه الانتخابات ديال الغرف. فالحزب دار تغطية كاملة في عملة أكادير دوتنا، عندنا 6 ديال الدوائر فيما يخص الفلاحة. عرفتي يعني أكادير دوتنا فيها مناطق جبلية، إذن هاد يعني 6 دوائر كاينة كاملة في الجامعات الجبلية ديال إيموزار، تيقي، تدرار، مسكرود وإلى غير ذلك. يعني كاين 6، كاين الدائرة اللي فيها 3 ديال الجامعات، الدائرة اللي فيها جامعة واحدة. إذن كانت تغطية كاملة. فيما يخص يعني الصناعة التقليدية، هناك 2 ديال الأصناف، كاين الإنتاجية اللي وكيل لها هو السي عفان بوحيدة اللي كان يعني رئيس سابق ديال الغرفة، وفي الخدماتية كاين السي بعلا يعني اللي كيمثل هاد المهنيين. في الغرفة ديال الصناعة والتجارة والخدمات كاين السي كريم أشنقلي اللي كيمثل الصنف ديال الصناعة، السي سعيد الدور اللي كيمثل لي سيرفيس الخدمات، والسي أحمد عطاري اللي هو تاجر في سوق الحد اللي كيمثل التجار. ف يعني الصيد البحري هناك 4 ديال الأصناف، كاين الصيد التقليدي هادو كيكونوا تعاونيات من إمسوان حتى لوبور ديال أكادير، هذا كيمثلهم السي بوهية هما اللي اختاروا باش يمثلهم في هذه الانتخابات اللي هو من تيكرت. الصيد الساحلي كاين السي الغزال، هنا كتكون اللائحة يعني هو وكيل اللائحة اللي كتكون فيها 9 ديال الأعضاء. وفي الصيد الصناعي ديال أعالي البحار كاين السي فؤاد بن علالي، هناك يكونوا 14 عضو، وكاين واحد الصنف اخر هو ديال الانشطه الساحليه، هاد لاكواكولتور اللي هي قطاع جديد عندنا هنا في الجهه، وكيمثلها السي سارود عبد الرحمن. اذا يعني عمرنا جميع يعني هاد اللوائح اللي كاينه وكذلك الدوائر، ومن يعني ما يتلج الصدر ان هاد القطاعات كامله كيسيروها وزراء ديال التجمع الوطني الاحرار، لان السي اخر نوس كيسير الفلاحه والصيد البحري، والسيده ناديه فتاح هي اللي كتسير السياحه والصناعه التقليديه، والسي العالمي هو اللي كيسير القطاع ديال الصناعه وديال التجاره. وهاد الغرف لعب واحد الدور مهم في هاد الولايه اللي فات وعطاو نتائج والحمد لله. كما عرفتوا الفلاحه والصيد البحري راه لعبوا واحد الدور في هاد الجائحه ديال كوفيد، لانهم راه ما حبسوش، واخا كانت حبسوا جميع القطاعات هما راه خدامين باش يكون تامين ديال السوق الداخلي وديال السوق الخارجي كذلك، يعني المواد ديال الخضر والفواكه وكذلك بالاسماك. شنقلي رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه سوس مسا. غادي نقول ان شاء الله وكيل لائحة الصنف الصناعة داخل المؤسسة اللي تنمثل، تنتمنى أن نكون في حسن ظن جميع الإخوة اللي وضعوا فينا الثقة، ولا سيما المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين اللي وضعوا فينا الثقة في الولاية اللي انتهت، ونتمنى أنهم يزيدوا الثقة فينا إن شاء الله في هذا هذه الانتخابات اللي جايه. ونتمنى اننا كنا استجبنا الدعوات ديالهم واستجبنا الانتظارات ديالهم. الحمد لله الحصيله كانت مميزه بحكم اننا اشتغلنا وكان واحد الفريق وراء هذا الاشتغال، فريق او المكتب ديال الغرفه اللي تنشكر من هذا المنبر الاخوان كلهم، النواب ديالي والاعضاء ديال المكتب وكذلك اعضاء الغرفه كلهم اللي خدموا معايا وخدموا في جنبي اللي كان نصله الى هذا المستوى هذا. الحمد لله غرفه التجاره والصناعه والخدمات يضرب بها المثل اليوم في على الصعيد الوطني، هذا راجع للعمل اللي قمنا به جميعا. اليوم الغرفه غرفه ولا نموذج جديد ولا عندها اهميه خاصه فيما يخص المجال التنموي الاقتصادي. اليوم الغرف المهنيه ولات عندها واحد الاهميه يعني فعاله،
ولات تتشارك في جميع المجالس الاداريه، ولات شريك اساسي للسلطات المحليه فيما يخص جميع الاسئله والمواضيع اللي تتهم الاقتصاد والتنميه عامه. عبد الرحمن صارود، مرشح ديال التجمع الوطني الاحرار صنف الانشطه الساحليه وقربيه الاحياء المائيه. كما كتعرف القطاع ديال الصيد عنده اهميه كبرى في المنطقه، ثاني اكبر محرك اقتصادي في الجهه، قطاع اللي قطع واحد الاشواط كبيره منذ يعني تفعيل استراتيجيه اليوتيس الاولى، والحمد لله الامور دابا اليوم غادي كتطور، ولهذا يعني خدينا مبادره باش نترشحوا في هذا الاطار فيما يتعلق بالانشطه الساحليه. الانشطه الساحليه في القطاع ديال الصيد هو نشاط جديد عنده اهميه ديالو كبيره، وهو البديل الاساسي ديال الصيد بصفه عامه، وبالتالي عطات له اهميه قصوى حتى في الاستراتيجيه الاولى وفي النسخه الثانيه ديال الاستراتيجيه الويتيس اللي اشتغلنا فيها هذه تقريبا واحد العام مع الوزاره الوصيه ومع جميع المهنيين على مستوى المغرب. اذا احنا البرنامج ديالنا فهو برنامج واضح، اولا المكتسبات ديالنا اللي كنعيشوها اليوم اللي درناها هذه 13 سنوات يعني نحافظوا عليها، ثم ثانيا لاهم حاجه انه ندعموا هذا القطاع ديال الانشطه الساحليه على مستوى ديال الجهه، نزيدوا الاستثمارات فيه، نواكبوا المستثمرين، وكذلك نجيبوا مستثمرين جداد اللي غادي يقدروا يستثمروا في هذا الاطار، لانه غادي يخلق لنا واحد المجموعه ديال فرص الشغل اللي هي مهمه جدا. سعيد دور، وكيل لائحه غرفه التجاره والصناعه والخدمات، صنف الخدمات. الخدمات كما تعلمون انه هو واحد الصنف تيغطي واحد العدد ديال القطاعات. وهذا القطاعات من طبيعه الحال اللي هي مهمه جدا واللي هي تتساهم في الناتج الداخلي بواحد النسبه مهمه، تتجعل ان قطاع الخدمات تيمثل واحد له مكانه متميزه داخل يعني هياكل الغرفه. هذا الفريق اللي احنا قدمنا من طبيعه الحال غادي يشتغل على اساس انه هذا التطور اللي تعرفوه الغرف، خصوصا غرفة التجارة والصناعة والخدمات اللي الآن أصبحت غرفة جهوية، وبالتالي تم إدخال إصلاحات مهمة فيما يخص يعني القنوات المؤسسة لها، واللي كنا تنتمناو وكان طموحنا أكبر، ولكن هذا واحد التطور اللي نتمناو أنه مستقبلا غادي يزيد يعطي الغرف كما هو الحال في البلدان المتقدمة. سمعكم فؤاد العلالي، مجهز الصيد في علي البحار، واللي رقم 30 سنه ديال التجربه في قطاع الصيد البحري في جميع الاصناف ديالها، الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد الصناعي، نزولا عند رغبه ديال الكثير من المجهزين والاخوان المجهزين مشكورين. نزلنا وانخرطنا في العمل ديال الغرفه ديال الصيد البحري، وتقدمنا الانتخابات باسم التجمع الوطني الاحرار اللي حنا تنشتغلوا فيه هذه السنين هذه، والقطاع ديال الصيد البحري اللي كيسيروا السي عز خنوش اللي هو الرئيس ديال الحزب، واللي بين على نتائج جد ايجابيه بالنسبه لقطاع الصيد البحري اللي عطى واحد النتائج اللي هي اليوم كاينه في ارض الواقع. ولهذا من بعد ما اشتغلنا وعطى النتائج ديالو المشروع ديال اليوتيس، اليوم كاين اليوتيس جوج اللي ان شاء الله بغينا نزيدوا به هو القدام ونشتغلوا ونزيدوا ان شاء الله بهذا القطاع ديالنا الاحسن ما كيتمناوه الرجال ديال البحر ان شاء الله. الرساله ديالي اللي كنوجه هو لجميع المهنيين ديال قطاع الصيد البحري يتوجهوا بكثافه للصناديق ديال الاقتراع باش يحافظوا على المكتسبات ديالهم، ونوضوا نقفوا ونبنيوا ان شاء الله، ونبداو نخدموا في اليوتيس جوج ان شاء الله.